وليد الطرير لاعب النصر السابق أحد نجوم الأصفر الذين حققوا آخر لقب للدوري للنصر بنظام النقاط. يقيم فيما يلي عمل الأوغياني دانيال كارينيو مدرب فريقه الحالي في زاوية مدرب في معيار نجم. أنا من النوع اللي مع أنا مع الاستمرارية والاستقرار مع الجهاز الفني. يعني أنا لو الأمر بيدي يستمر لسنتين قادمة. إذا صار استقرار فني أيا كان اللي يتكلم العالم تتكلم أنه عنده في أغلاط في تغييراته في بعض أسلوبه في طريقة اللعب، هذا فني، هذا مدرب صح. أنا ما أقدر أقول لك أنه كل شيء كامل، ما في سنة كامل، بس أنا عندي أهم حاجة هو الاستقرار الفني. إذا كان اللعيبة مرتاحين مع المدرب هو أهم حاجة، اللاعب يكون مرتاح مع المدرب. الجمهور اللي خارجي ما يعرف الشغل اللي موجود في جوه الملعب أو التمارين، هذا اللي يعرفها الفنيين الموجودين في الإدارة، كيف المدرب يعني يعطي طريقة خطط سلوك في الملعب، هذا اللي يقيم المدرب. وأنا من وجهة نظري المدرب لازم يبقى إلى سنتين قادمة. والله شوف، التغيير هي تغيير في التشكيل او في اللاعب الاجنبي واللاعب السعودي برضو اللي اللي اللي, اللي استقبلوه من نادي النصر من الامير فيصل بن تركي، اللعيبه اللي جاهم محمد نور الشهري، يعني كذا اسم، يعني هذا اللي تغير على تشكيله نادي النصر. اتوقع كارينيو السنه هذه عنده خيارات كثيره وتشتيت في حتى في النجوم، يعني اتوقع انه يعني وده يلعب في كل الفريق. يعني انا اتوقع ان عنده لعيبه يتمنى يلعبون كلهم في الملعب، بس لا مضطرنا يلعب 11 لاعب، وتكتيكيا واضح حتى في الملعب، يعني حتى نقله الكره في نادي النصر اذا نقلوا الكره تحس ان فيه شغل مدرب. الشغل الثاني اللي يتكلمون عن مدرب تغيير فلان وغير فلان، هذا وجهه نظر جمهور وعاطفي، ما يحضر الملعب من يعطي ومن ما يعطي. بس مشكله نادي النصر فيها التحركات اللي في رؤوس الحربه. محمد حسين ما في مشكله عندي في محمد حسين، لانه ما عندك البديل اللاعب السعودي. انا افضل في اللاعب الخلفي يكون لاعب سعودي اكثر ما يكون لاعب اجنبي. واذا ما عندك لاعب سعودي في على مستوى محمد حسين، البقاء لمحمد حسين. باسوس انا من وجهه نظري ان النادي ما يحتاجه في الفتره الحاليه، وجهه نظر. انت فريق لا جماهيره ولا قاعدته ولا حضوره في الملعب، والفريق الكبير لابد يكون يفرض سيطرته في جوا الملعب. اذا انت فرضت سيطرتك جوا الملعب الفرق الثانيه تهابك، تخاف منك. مو المقصد ان كارينيو انا اشكك في قدراته كتدريبيه، لا، بس انا كان عندي يعني عندي راي، واتمنى يعني ينظرون له. يعني الفرق اللي اصغر منك او اقل منك مستويات ما تخاف منها، العب وفرض سيطرتك. هو كارينيو عنده انضباطيه زايده يعني، انه ما يجي فيه هدف. اوكي، هذا شيء حلو، جاء فيك هدف خلال 6 جولات، بس انا ابغى الطريقه وانتشار في الملعب. عشان انا ساعد مدرب، المدرب اعطاني خطه، المدرب يعطيك اذا 30% 35% اسلوب تكتيكيا، الباقي عليك انت اللاعب. انت اللاعب طلع موهبتك. كيف قال اللاعب موهوب؟ الموهوب انه في الملعب يفرض اسلوبه، يفرض طريقته في الملعب، يعني تحركاته، هذا عشق. اذا انت بتطلع وانت واقف في الملعب، لا، ما ترى ما حتطلع، تجلس. اللاعب اللي بيطمح لحصول بطوله لازم يشتغل على نفسه ويرضي الجمهور النصر اللي متعطش للبطوله. ستستمر هذه الزاويه معنا في الاسابيع المقبله. الى اللقاء. Thank you.